نجدد تحية لكم مشاهدينا الأعزاء في نقاط ساخنة ونقاشنا الرئيسي الثاني من حلقة اليوم والذي خصصناه للحديث حول آخر تطورات المشهد الليبية عملية تحرير طرابلس والتفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي بالأمس. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد فتحي الباحث في الشأن الليبي. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا بك أهلا بكل السادة المشاهدين. يبدو أن الإرهاب لم يرحم حيا ولم يرحم ميتا. بالأمس كانت هذه العملية الإرهابية في بنغازي في أحد أو في إحدى المقابر وفي إحدى الجنازات. كيف تابعت هذه العملية التي حدثت بالأمس في بنغازي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملية مقبرة الهواري أول أمس كانت عملية استخباراتية تركية بحتة. هذه العملية لها دلالات على أن العناصر الإرهابية من قائد القاعدة وداعش باتت تظهر في المشهد في المنطقة الشرقية من جديد. بني غازي منذ أن تم تحريرها لم تحدث فيها حوادث جسام مثل هذه الحادثة، فبالتالي هذه الحادثة لها دلالات ولها رسائل عديدة. الرسالة الأولى في هذه الحادثة هي أولا عندما يتقدم الجيش الليبي على كل المحاور في طرابلس وتقترب العملية العسكرية من الحسم، تظهر هناك يعني تداعيات أخرى في مناطق أخرى حتى تلفت النظر عن ما يحدث في طرابلس. بالإضافة على إلى أن هذه العملية جاءت للتغطية بعد أن طبعا يعني الإعلام المؤيد للدولة الليبية والمساند للدولة الليبية شن هجوما كبيرا ووضح للعالم وكشف للعالم عورة هذه الجماعات الإرهابية على ما فعلوه في جرح الجيش الليبي في مدينة غريان. في مدينة غريان فعلوا يعني قتلوا الجرح الجيش الليبي في المستشفى، وهي عملية لا إنسانية وتؤكد على أن هذه الميليشيات لا دين لها. فبالتالي عملية المقبرة الهواري هي عملية كانت تريد أن تستهدف عدد من قيادات الجيش الليبي، وتحديدا هذه القيادات من مثل اللواء ونيس بوخمادة وأحمد المسماري وكل القيادات التي ذهبت لتشيع اللواء خليفة المسماري إلى مسواه الأخير. فبالتالي هذه العملية تم رصد أن عدد كبير سوف يخرج إلى المقابر لتشيع هذه الجثمان، فبالتالي يريدون أن ينتقموا من هؤلاء الأبطال الذين استطاعوا أن يحرروا بني غازي وأن يكبدوا العناصر الإرهابية سواء من مجلس شورى بني غازي أو من تنظيم القاعدة أو من التنظيمات الإرهابية التي كانت تكتظ بها بني غازي قبل أن يتم تحريرها. بالإضافة إلى دلالة كبيرة جدا، وهي أن هذه العمليات الإرهابية وهذه الميليشيات الإجرامية لا تراعي حرمة موتى ولا حرمة مقابر، وهي أول استهداف للمقابر في ليبيا منذ اندلاع الأزمة ومنذ 2011 وسقوط النظام الليبي في 2011. هذه النقطة تؤكد على أن العمليات الإرهابية للجماعات الإرهابية المسلحة قد تستهدف مناطق أخرى مثل المساجد ومثل كل المناطق التي يوجد فيها تجمعات. بالإضافة إلى أن الدولة التركية نصبت العداء لقيادات الجيش الليبي من خلال الخطاب السافر الذي يعد تدخلا كبيرا في الشأن الليبي، عندما أعلنت تركيا أنها سوف تجعل عناصر الجيش الليبي وقيادات الجيش الليبي أفراد الجيش الليبي عناصر تستهدفهم القوات التركية، بعد أن أعلن الجيش الليبي أن تركيا تحارب على الأراضي الليبية وكل الأهداف التركية هي أهداف عدوة للدولة الليبية. فبالتالي يعني موضوع المقبرة لن تكون الأولى والأخيرة، وعلى أجهزة الأمن في بني غازي أن تتوقع أحداث يعني في الأيام المقبلة مثل هذه الحادثة التي حدثت بالأمس وخلفت 3 شهداء أو 4 شهداء من الأبرياء الذين لا ذنب لهم. فبالتالي بالإضافة إلى أن هناك اجتماعات يعني عقب أي اجتماع مع قيادة تركية وقيادة من حكومة الوفاق أو الأفعال الإرهابية أو الميليشيات. نعم، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي السيد فتحي المريمي يقول أن هناك خلايا نائمة في المنطقة الشرقية. بداية لمن تتبع هذه الخلايا النائمة وما هي حجمها؟ طبعا يوجد في المنطقة الشرقية التي تم تطهيرها من الإرهاب خلايا نائمة، ويوجد في درنة وفي بني غازي وفي كل المناطق التي حررت. هذه الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو الخلايا النائمة هي طبعا تتبع لقادة الإرهاب في ليبيا، وقادة الإرهاب في ليبيا معروفين ومحسوبين على تدعيم من تركيا ومن قطر أو من خلافه. فبالتالي نعم توجد خلايا نائمة، وهذه الخلايا تحاول بكل
الطرق أن تنفذ الأجندة التي تقوم برسمها المخابرات أو الاستخبارات التركية الموجودة على الأراضي الليبية والمتمركزة في المنطقة الغربية. لكن هناك اتصالات وهناك يعني اتصالات مع قيادات الصف الثاني والثالث التي لم تظهر في المشهد والتي يعني أدركت بعد تحرير بني غازي أن ظهورها في المشهد سوف يكلفها حياتها. فبالتالي هذه العناصر قد تظهر بين حين وآخر لأن هناك يعني مؤيدين للجماعات الإرهابية ولكنهم عددهم قليل وهؤلاء يعني لديهم يعني يأخذون تدفقات مالية من تركيا ومن قطر ومن غيرها لينفذون مثل هذه العمليات. وأعتقد أن هذه العملية تؤكد على أنهم طبعا تركوا متفجرات في سيارة دخلت المقابر وأعتقد الأيام المقبلة سوف تكشف عن العناصر طيب. التي قامت بهذه الفعلة. فبالتالي كما قال المستشار فتحي المريمي يوجد خلايا نائمة في المناطق التي تم تحررها من الجماعات الإرهابية وسوف تظهر في المشهد طيب. في الفترة المقبلة. سيد محمد هذه الحادثة تأتي بعد ساعات قليلة من استنفار الجيش الوطني الليبي على في المنطقة الجنوبية ولا أدري إذا كان المنطقة الشرقية أيضا أم لا لكن على الأقل في المنطقة الجنوبية وقال أن هناك العديد من تنظيم عناصر تنظيم داعش الإرهابي متواجدون في هذه المنطقة. هل يمكن أن نضع هذه العملية في إطار هذا السياق؟ طبعا وجود داعش في المنطقة الجنوبية يعني أنا شايف أنه مش متواجد بهذه الكثافة التي أعلنوا عنها. هو طبعا كان عبارة عن شريط مسجل لآليات عسكرية موجودة في المنطقة الجنوبية ثم بعد ذلك أعلنوا أن داعش هي التي تواجدت وتم مبايعة أحد الأمراء لداعش أمراء الحرب لداعش في المنطقة الجنوبية. فهي يعني أنا برضو شايف أن هي عملية تسويقية لبقاء هذه الميليشيات وعملية تسويقية للميليشيات الإرهابية المتواجدة في طرابلس أن الجيش الليبي لم يؤمن ليبيا كلها. هو حتى أن المناطق التي تم تأمينها تظهر فيها خلايا نائمة أو عناصر لكن هذه العناصر وهذه الخلايا النائمة على أرض الواقع ليست موجودة بهذا الحجم وبهذه الكمية. هي دي عبارة عن حرب إعلامية تقوم بها الميليشيات الإرهابية وحكومة وفاق في طرابلس حتى تصدر مشهد مخالف للعالم لأنها تريد أن تصدر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية أن العملية العسكرية لم تحسم بشكل كبير في المنطقة الشرقية في حين أننا نعلم جيدا أنها حسمت بشكل كبير في بني غازي أو انتهت الحرب في بني غازي وتم الاستقرار بني غازي أمنيا ثم درنا ثم الجنوب. فبالتالي عندما تصدر مشهد للعالم مخالف يعني يطيل أمد الحرب ويطيل أمد بقاء هذه الميليشيات من خلال هذا الخطاب الإعلامي الذي يتم تصديره وهو مخالف للواقع لأن الجيش الليبي كما أعلن اللواء أحمد المسمري سيطر على أجزاء كبيرة جدا من الأرض لم يتبقى إلى طرابلس. وأعتقد أن عندما أعلنوا بالأمس انتهاء المرحلة الأولى من عملية تحرير طرابلس فهذا يؤكد على أن الأيام المقبلة في هذه النقطة. لكن البعض أيضا يذهب إلى أن هناك علاقة ما أن هناك تنسيق ما بين ما يحدث في الجنوب أو إعلان أو تواجد عناصر لتنظيم القاعدة وداعش في الجنوب وبين ما يحدث في العاصمة طرابلس من سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإرهابية على العاصمة. هو سيطرة الميليشيات الإرهابية وما يتبعون حكومة الوفاق التي للأسف الشديد حتى الآن لم تسقط عنها الشرعية الدولية ده يؤكد على أنهم فقدوا الكثير جدا من طرابلس. وأعتقد أن العاصمة كل مداخلها تم تحررها بشكل كامل من هذه العناصر. فبالتالي تريد أن تخرج الجيش عن الإطار الذي يريده. الجيش يريد أن يدخل طرابلس ويحرر الميليشيات الإرهابية فهي تريد أن تصدر مشهد آخر أن الجنوب به ترهل أو أن الجنوب أصبح خاسرة رخوة في ظهر الدولة الليبية وهذا الكلام غير صحيح لأن الجيش الليبي يعني إذا كانت ظهرت بهذه العناصر فهي فرقعات إعلامية فقط لغير. لكن على أرض الواقع وعلى الحقيقة الجيش الليبي مسيطر بشكل كامل على كل تخوم العاصمة طرابلس وعلى كل المحاور الذي أعلن انتهاء المرحلة الأولى منها بالإضافة إلى أن الجيش الليبي يعني استطاع أن يعيد مدينة غريان وهي المدينة الاستراتيجية يعني أعادها بشكل كبير جدا من خلال الطلعات الجوية المكشفة التي حدثت في الأيام الماضية بالإضافة إلى التدخل المشاه في مدينة غريان. فبالتالي عندما يتم سيطرة بشكل كامل على مدينة غريان ستكون الدخول إلى طرابلس أمر سهل. وأعتقد أن كل السيناريوهات التي حدثت في الأيام الماضية تؤكد على أن خطة الجيش الليبي واستراتيجية الجيش الليبي نحو الدخول إلى العاصمة تسير وفق المرسوم لها
حتى أنهم تم إعلان المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية قد لا تستغرق وقتا طويلا في ظل أن تركيا تم كشفها وفتحها أمام العالم أنها تدعم بالرجال وبالمال وبالسلاح وتتدخل تدخلا سافر في الشأن الليبي بشكل أصبح مفضوحا، حتى أن الأمم المتحدة للأسف الشديد حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات ضد تركيا التي أعلنت من رأس الدولة إلى وزير الخارجية إلى كل المسؤولين في تركيا أنهم يدعمون حكومة الوفاق وأنهم يحاربون بالنيابة عنهم على الأراضي الليبية ضد الجيش الليبي. يحظى في مجلس الأمن السلاح عن الجيش الوطني الليبي، تقوم تركيا بدعم الإرهابيين والعناصر الإرهابية والميليشيات الإرهابية الموجودة في طرابلس بالسلاح وبالعتاد وبالأموال، والمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا في ذلك الأمر. ده أنا أعتقد أن المبعوث الأممي غسان سلامة حتى لم يخرج ببيان يؤكد في أن تركيا لها دور سلبي في ليبيا، يصمت تجاه تركيا صمتا مريبا وغريبا، بالإضافة إلى أنه يدرك جيدا أن العملية السياسية لن تتم بالمعطيات الذين طرحوها في السابق، يعني ما كانت لديهم معطيات أن يتم دخول حكومة الوفاق في المشهد السياسي، بالإضافة حكومة الوفاق دلوقتي تحالفت مع كل الميليشيات الإرهابية، فأنا أعتقد أنها خرجت من المشهد السياسي بشكل كبير جدا. وأستغرب للمسؤولين في ليبيا المسؤولين الشرعيين في ليبيا عندما يتحدثون على أن هناك آليات لتنفيذ بعض المبادرات التي طرحت سواء كانت من السراج، يعني مبادرة السراج التي طرحت يعني هناك من يعقب على أنها قد يتم تفعيلها. الحل في ليبيا سياسيا بالشكل القديم وبالشكل الذي تم طرحه في باليرمو وفي فرنسا وفي الملتقى الجامع عندما يعني تحدثوا عن البنود التي ستطرح في الملتقى الجامع، هذا الموضوع انتهى تماما ولن يكون هناك حل بهذا الشكل. يعني أنا أتوقع أن الحل بعد أن يتم حسم المعركة في طرابلس سيكون حل سياسيا مغايرا لكل ما طرح، كل ما طرح في السابق لن يكون في المشهد المقبل. المشهد المقبل عندما يتم تطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية المتطرفة سيتم تشكيل حكومة وطنية، وأعتقد أن هذا السعي هو الذي يجب أن تتضافر فيه جماعة الدول العربية، ويجب أن يعني هو طرح جيد جدا أن تكون هناك حكومة تكنوقراط تشمل كل المناطق الليبية وتستند وتأخذ شرعيتها من الجهات الشرعية بعد أن قتل اتفاق السخيرات. وأعتقد أن اتفاق السخيرات يعني خرج من المشهد منذ بدايته، يعني اتفاق السخيرات حتى أن الأعضاء المؤسسين لهذا سواء كان في المجلس الرئاسي أو في غيرهم يعني أغلبيتهم يا إما أعضاء مقاطعين يا إما أعضاء تقدموا باستقالتهم بعد أن سيطر السيد فايز السراج على هذا المجلس وأخذ قرارات فردية منذ بداية العملية حتى الآن. فبالتالي أصبح اتفاق السخيرات كأن لم يكن، ولو نظرنا إلى اتفاق السخيرات كان به يعني بند مهم جدا وهو البند الترتيبات الأمنية في طرابلس، والترتيبات الأمنية في طرابلس تحدث عنها السيد غسان سلامة صراحة بعد يعني في منتصف العام الماضي تحدث عنها غسان سلامة وقال أن الترتيبات الأمنية لم تأتي بطريقة جيدة ولم تحقق المطلوب منها. يعني عندما تم الصراع بين الميليشيات الإرهابية قبل أن يدخل الجيش الليبي إلى عاصمة طرابلس وتم قتل أكثر من 150 مدنيا ليبيا، اعترف السيد غسان سلامة أن الترتيبات الأمنية فشلت فشلا ذريعا، وقال أنه ويعني تحدث على أنه سيكون هناك ترتيبات أمنية يعني في المرحلة المقبلة، ووجدنا أن هذه الترتيبات الأمنية تضم عناصر من الميليشيات الإرهابية. حتى ترتيبات أمنية وترتيبات اقتصادية وترتيبات أخرى، لكن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي كنا كان أجرينا أو الزميل أحمد أبو زيد أجرى لقاء معه منذ أيام قليلة، وتحدث عن أن هناك شروط أو أن هناك مبادرة من أربعة بنود يعني هو كان قد طرحها لربما الحديث مع السراج أو مع حكومة الوفاق. من بين هذه البنود ما يتعلق باعتراف السراج بالجيش الوطني وعدم دعم الإرهابيين وأن يوقف الدعم المالي للإرهابيين وعدد من الشروط الأخرى، كيف تقيم هذه المبادرة؟ طبعا هذه الشروط لن تفعل على أرض الواقع. السيد فايز السراج اختار أن يرتمي في أحضان الميليشيات الإرهابية واختار أن يأخذ دعمه وتمويله من الدولة التركية التي يعني أعطت له ميزات كبيرة جدا، فبالتالي ويتشبث بالكرسي بتاعه. فهذه المبادرة على أرض الواقع لن تتحقق في ظل أنه لديه خطاب يعني خطاب معادي جدا للجيش الليبي وللقوات المسلحة الليبية ويصفها بأوصاف
أوصاف غريبة جدا. فعندما يتم طرح هذه المبادرة أعتقد أن هذه المبادرة لن تفعل ولن يكون هناك وفاق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي، لأن الجيش الليبي والجهات الشرعية المتمثلة، الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة الليبية الآن هي البرلمان، والذي يجب أن تعول عليه جماعة الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة. البرلمان هو الجهة الوحيدة التي انتخبت من الشعب في انتخابات حرة نزيهة. فبالتالي عندما يكون هناك قاعدة سياسية أو قاعدة دستورية أو قاعدة وفاقية لابد أن تتم من خلال البرلمان الليبي. لكن الطرح عندما تريد أن تدخل في حكومة الوفاق ويكون هناك هذه البنود التي طرحها المستشار عقيلة صالح، لا، هو بعيد عن التنفيذ وبعيدا عن الأرض الواقع، لأن أنا شايف أن الحل السياسي القادم لن يكون به أي بنود من التي طرحت في السابق، سوى بس فقط يعني نتمنى أن يكون هناك وفاق بين كل الأعضاء الذين يمثلون كافة الأراضي الليبية حتى يتم هناك اتفاق حقيقي يخرج إلى النور من خلال دعم الجيش الليبي للقضاء على الميليشيات الإرهابية ودخول الجيش الليبي. عندما يدخل الجيش الليبي طرابلس ويقضي على الميليشيات الإرهابية تبدأ العملية السياسية. العملية السياسية لن تبدأ إلا بعد السيطرة الكاملة للجيش الليبي. المستشار عقيل صالح تحدث أيضا عن أن المصرف المركزي يقوم بتمويل الإرهابيين والجماعات الإرهابية الموجودة في طرابلس، وربما اقترح أيضا مبادرة بأن يكون هناك لجنة مكونة من مجلس النواب وحتى يكون فيها مبعوث الأمم المتحدة أو يعني أي شخص من البعثة الأممية الموجودة في ليبيا للإشراف عن مصارف هذه الأموال القادمة من المصرف المركزي الليبي. كيف أيضا تقيم هذه المبادرة، ويعني ما رأيك في أن المصرف المركزي الليبي يقوم بدعم الإرهابيين وإرسال أموال لهم؟ طبعا انا تحدثت في 2016 على ان يعني في احد الدراسات التي قمت بتدشينها المركز الاعلامي الليبي للدراسات الاستراتيجيه، قلت ان المصرف المركزي في ليبيا يدعم الجماعات الارهابيه ويدعم المتطرفين، واعتقد ان سيطره حكومه الوفاق على هذا المرفق الحيوي الذي ياتي بكل يعني كل الثروات الليبيه في يد هذه الحكومه التي تتحالف مع الميليشيات الارهابيه هو أمر معروف. وأعتقد أن الجيش الليبي عندما حرر المنشآت النفطية قامت الدنيا ولم تقعد، عندما قالوا أن الجيش الليبي سوف يتولى مع المصرف ليبيا في المنطقة الشرقية بتولية موضوع النفط قامت الدنيا، حتى أن الأمم المتحدة وبعد ذلك الجيش الليبي يعني جعل هذه الأموال تذهب إلى المصرف المركزي في ليبيا والذي يدعم الإرهابيين بشكل واضح. وأعتقد أن الأمر يعني برمته متروك للجهات الرقابية في ليبيا، وسوف تكشف الأيام عندما تسقط حكومة الوفاق وتسقط شرعيتها ويدخل الجيش الليبي العاصمة طرابلس، سوف نجد أن هناك أموال كثيرة جدا صرفت على الجماعات الإرهابية وعلى المرتزقة من أموال الشعب الليبي ومن عائدات النفط في الدولة الليبية. الجيش الوطني الليبي مركز الإعلامي لعملية الكرامة يقول أن بعض قادة الميليشيات والقيادات السياسية في طرابلس يعتزمون مغادرة طرابلس، هل هذا دليل أو يعد دليلا على هزيمة هذه الميليشيات حاليا في طرابلس؟ وإذا ما كان ذلك صحيحا إلى أين يذهبون؟ طبعا يعني هذا الكلام سابق لأوانه، لأن عندما يدخل الجيش الليبي العاصمة طرابلس سوف تجد كل المسؤولين من سواء من قادة الميليشيات أو من أعضاء حكومة الوفاق أو من بعض الذين يعني نصبوا الجيش الليبي العداء سوف يهربون إلى مقرهم أو مكانهم الطبيعي الذي يأوي كل الجماعات الإرهابية في العالم وهو تركيا والدوحة. يعني أعتقد هم المكانان الآمنان الذين يأوي إليهم كل العناصر الفارة من استقرار الدول. يعني وجدنا في مصر أن كل هذه العناصر موجودة في تركيا وفي الدوحة، فبالتالي العناصر الإجرامية الليبية عندما يسقط هؤلاء وتسقط الحكومة الوفاق ويسقط الميليشيات الإرهابية كل قادة هذه الميليشيات سوف تهرب، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي لديه وعي كبير جدا بما يحدث، والشعب الليبي شعب يعني شعب قوي، شعب لديه قدرة وعزيمة قوية يتحدى كل الصعاب. وأنا أعول على الشعب الليبي أنه سوف يساند الجيش حتى يسقط هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية، وأعتقد أنهم حولوا بما فيه الكفاية من أموال الليبيين إلى تركيا وإلى قطر، وستكون هناك يعني عيشة آمنة لهؤلاء الإرهابيين عندما تسقط الميليشيات الإرهابية في العاصمة ويدخلها الجيش الليبي. لكن الحديث عن فرار بعض العناصر، أعتقد أن هناك كثيرون جدا في حكومة الوفاق يريدون أن يقدمون الاستقالة
قال اليوم قبل الغد، وبالإضافة إلى أن هناك من يريدون أن يتحاوروا حوارا حقيقيا مع الجيش الليبي، لكن الميليشيات الإرهابية تضغط عليهم، يعني تهددهم بالتصفية الجسدية وغيرها من الأمور. وأنا لدي اتصالات يعني تؤكد على أن هناك الكثير جدا منهم يريدون أن يدخلوا في العملية السياسية، وهذا سوف يظهر من خلال يعني التجمع البرلماني. يعني البرلمان الليبي عليه أن يجمع كل العناصر في المنطقة الغربية الذين يريدون استقرار ليبيا، وشاهدنا هذا المشهد في طرهونة وفي غيرها من المدن الموجودة في الغرب الليبي التي تؤيد الجيش بشكل كبير جدا، وكيف يتم معاقبتها من قبل هذه الميليشيات. فعندما تسقط الميليشيات سيهربون كل هذه العناصر الإجرامية إلى الخارج، وأعتقد أن بعضهم قد حزم حقائبه منذ أيام لأنه أدرك جيدا أن الجيش الليبي قادم لا محالة إلى العاصمة في الأيام القليلة المقبلة. نعم، الجيش الليبي يقول أنه استدعى بعض العناصر وبعض الكتائب من الجيش الليبي التي كانت موجودة في الجنوب والتي كانت موجودة في الشرق لطرابلس، يقول أن لديها الخبرة في عملية مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. أيضا اليوم أو بالأمس أعلن الجيش الليبي أنه يبدأ مرحلة ثانية من هذه العمليات، ما الذي تتوقعه في الأيام القادمة؟ أتوقع في الأيام القادمة أن يتم تضييق الخناق بشكل أكبر على السبع محاور التي بدأ الجيش الليبي الدخول من خلالها، وأعتقد أن في بعض المحاور تم تأمينها بالكامل وتم سيطرة الجيش الليبي بالكامل، والعاصمة لن تستغرق ساعات يعني قليلة. عندما يتم يعني استهداف الميليشيات بشكل جيد وبشكل استراتيجي في العاصمة ستسقط الميليشيات الإرهابية سريعا، لأن الميليشيات الإرهابية متحصنة ببعض المدنيين، وأعتقد أن الشعب الليبي الموجود في طرابلس أدرك جيدا، وأنا يعني على يقين أن الموجودين في طرابلس يؤيدون الجيش الليبي ولكنهم يخافون أن يعلنوا ذلك. فعندما يتم محاصرة الميليشيات الإرهابية بشكل كبير سيتم إعلان أن طرابلس خالية من الجماعات الإرهابية المتطرفة بعد أن يتم تفريق هؤلاء. وبعد كده الموجودين في طرابلس هم مرتزقة يحاربون لمن يدفع لهم، فعندما يتم محاصرتهم ماليا ومحاصرتهم عسكريا سوف يغيرون هؤلاء المرتزقة مبادئهم وينضمون إلى صفوف المدنيين في ليبيا، فالدخول إلى العاصمة أمر سوف يحسم كل الخلافات الموجودة في المشهد. طبعا يوجد هناك في العاصمة أكثر من ميليشيات، كل هذه الميليشيات تحارب من أجل المال، يعني أكثر من مسميات، حوالي 10 مسميات موجودة في العاصمة طرابلس، كلهم يحاربون من أجل المال، وأعدادهم بين 5000 إلى 1500 و 2000، فهم أعدادهم ليس كبير جدا. وطبعا محور مصراتة ومحور سرت، أعتقد أن محور مصراتة ومحور سرت سوف يبدأ به الجيش الليبي قبل حتى يؤمن الساحل قبل أن يتم الدخول بشكل رسمي إلى العاصمة طرابلس. نعم، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق يقول يعني كان في زيارة إلى أنقرة، ويقول أنه وقع اتفاقية مع النظام التركي والرئيس التركي. هل ترى أن تركيا سوف تواصل دعمها للجماعات الإرهابية الموجودة هناك؟ هي تركيا هي التي تحارب في ليبيا، تركيا متواصلة للدعم في ليبيا، وهي التي تحارب بكل خبرائها، حتى أنها تقوم ببعض العمليات الاستخباراتية النوعية. وكما تفضلت وحضرتك سألتني في مطلع الحديث وقلت لك أن ما حدث في مقبرة الهواري عملية استخباراتية تركية، فبالتالي ما تم الاتفاق عليه سواء كانت اتفاق، طبعا تركيا لها استثمارات كبيرة جدا في ليبيا ولها اتفاقات مباشرة بين فايز السراج وأردوغان، وأعتقد أن البرلمان الليبي سوف يراجع هذه الاتفاقيات التي تجاوزت مئات المليارات، سواء كانت اتفاقات اقتصادية أو اتفاقات عسكرية، فهي أمر يعني تم اتخاذها بمخالفة للقانون بالأمر المباشر بين فايز السراج الذي يتحكم في كل أموال الدولة الليبية من خلال مصرف ليبيا المركزي الذي يتدفق إليه عائدات النفط الليبي ويستخدمها لكي يدعم الاقتصاد التركي بشكل مباشر وغير مباشر من خلال هذه الاستثمارات. فبالتالي عندما يسقط الميليشيات الإرهابية في طرابلس ستكون هناك إعادة الحسابات وإعادة كل الاتفاقات التي أبرمت من بعد أن تسلم فايز السراج حكومة الوفاق التي انبثقت من اتفاق السخيرات في 2015 حتى اليوم، وهي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سواء كانت مباشرة يعني اتفاقات مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه للميليشيات الإرهابية ودعم غير معلن، ولكنها الأيام سوف تكشف كل هذه التفاصيل في المستقبل.
طيب السفير التركي في روما يقول أنه أن تركيا لم تقدم أسلحة لقوات الوفاق في الوقت الذي اعترف به الرئيس التركي أنه يقدم فعلا ويدعم ماليا وبالأسلحة حكومة الوفاق والقوات التابعة لهذه الحكومة في طرابلس. كيف تقرأ هذا التناقض في التصريحات؟ هو طبعا المؤتمر الصحفي عقد في روما على ما أعتقد، يعني كان في روما وكان بمناسبة الانقلاب الفاشل في تركيا الذي حدث في 2016، فهناك لم يتم توجيه الأسئلة له مباشرة. هو يعني هو كان إفادة صحفية وبيان تحدث من وجهة نظره، في حين أن أردوغان قال يعني صراحة أمام العالم كله أنه سوف يقدم الدعم اللامحدود لحكومة الوفاق والسيد فايز السراج. فبالتالي هو يعني هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وهو يقوله فقط لكي يجمل شكل الإدارة التركية التي يعرف العالم جيدا أنها تدعم الإرهاب في كل مكان وتتجاوز القوانين الدولية وتتجاوز يعني كل الاتفاقات الدولية، حتى أنها تقوم بالتنقيب في المتوسط عن غاز وغيره. الرئيس التركي طيب رجب طيب أردوغان بعد أن فقد يعني مصداقيته داخليا في الشارع التركي وخسر حزبه خسرانا مبينا، أصبح يريد أن يصدر تركيا إلى المشهد الخارجي من خلال تجاوزات يعني كل الحدود وكل الأطراف الدولية، كافة الأطراف الدولية الإقليمية والجارة لتركيا أيضا. في كل الأحوال الأستاذ محمد فتحي الباحث الشأن الليبي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك وكل السادة المشاهدين. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، قبل أن نختم هذه الحلقة دعونا نقرأ عليكم هذا الخبر الذي ورد إلينا، حيث نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته 41 بعنوان الشباب وحقوق الإنسان، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018 باعتباره محفلا دوليا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب. السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف ذكر أن البيان الذي ألقاه وفد مصر خلال جلسة اعتماد مشروع القرار أكد إيمان مصر بأن زيادة نسبة الشباب على مستوى العالم وخاصة في الدول النامية يقترن بها فرص وتحديات ضخمة، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير المناخ المواتي الذي يمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتجاوز ما يواجهونه من تحديات في هذا الشأن، بما في ذلك في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإسهام بشكل فعال في إدراك الحق في التنمية والسلام للجميع، ولا سيما أن الشباب سيمثلون المحرك الأول والمستفيد الرئيسي من مكتسبات أجندة التنمية المستدامة 2030. وفد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان استعرض نشأة منتدى شباب العالم الذي استضافته مصر عام 2017 كمنصة لدعم أفكار الشباب وتوفير مساحة مناسبة وكافية للشباب للتعبير عن آرائهم وتبادل وجهات النظر بحرية ودون أي قيود والتوصية بمبادرات لصانع القرار. وأشار وفد مصر إلى أن حوالي 5000 شاب من جميع أنحاء العالم شاركوا في النسخة الأخيرة للمنتدى عام 2018 للتعبير عن آرائهم حول التحديات العالمية التي تواجه عالمنا اليوم، حيث عقد لهذا الغرض خلال المنتدى العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل. مشاهدينا الأعزاء، هنا نكون قد وصلنا من ختام هذه الحلقة، حتى ألقاكم في حلقة أخرى. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله. Gracias.